طيب راح نبلش هسه بالبوزيشن فيكتور. البوزيشن فيكتور هو تقريبا حبكة الجابتر، يعني راح نطلع يعني من خلال احداثيات معينة راح نقدر نطلع الفورس كمتجه، يعني هو بيعطيني كمقدار وانا بدي اطلعها كمتجه. هذا الدرس الوحيد اللي عبارة عن خطوات ثابتة، يعني انت بالامتحان راح تقول 1 2 3 4 5 6 6 خطوات تحت بعض بتحطهن ومستعد تغلط بسؤال. تمام، اذا غلطت بالاولى اقرا حالك السلامة. تمام، هاي يعني اول احباط. طيب هذا الاحداثيات، بوزيشن فيكتور عباره عن الاحداثيات. عندي هذا محور زد، وعندي هذا محور واي، وعندي هذا محور اكس. بقول لي استخرج لي احداثيات النقطه A. احداثيات النقطه A كيف؟ طيب انا لو بدي امثلها على 2D، عندي 2D زي هيك، وعندي النقطه A هون، هاي النقطة A، حكالي هاي المسافة 3، حكالي هاي المسافة 4. تمام، الكل واضح معي لهون؟ طيب حكالي هاي 3 وهاي 4، شو كيف بدي اطلع احداثيات هاي؟ انا لما بدي احكي النقطة A بدها تكون عبارة عن احداثي X واحداثي Y. طيب كيف بدي اطلع احداثياتها؟ بقول لك بشوف شو الخط الموازي لمحور X، شو الخط الموازي لمحور Y، زي الفورسز اف اكس كانت موازي للاكس واف واي موازي للواي. شو الموازي للاكس؟ هاي محور اكس باللون الزهري، شوف البصمه، هاي محور اكس، شو الخط الموازي له؟ 4، معناته اكس 4. طيب شو الخط الموازي لواي؟ هتقول لي 3، معناته واي احداثياتها 3. هاي اول شغله بشوف شو الخط الموازي، شو المسافه الموازيه لكل محور، وهي بتكون اكس وواي. طيب شغله ثانيه، لو عندي انا النقطة زي هيك، هاي الزهري زي هيك، وعندي هاي النقطة A، وحكالي هاي المسافة 10، كم X وكم Y؟ Y هي عبارة عن 10 و X عبارة عن 0. ليش X 0؟ لأنها متطابقة على محور Y، يعني ما في موازية، ما في مسافة موازية من محور واي ل A، ما في مسافة زي هيك ولا في مسافة زي هيك، كل المسافة هي عبارة هي هون صفر. فدائما بشوف شو المسافة الموازية للمحور، المسافة الموازية للمحور هي نهاية. طيب نرجع لسؤالنا، قال لي هذا محور زد، قال لي هذا محور واي، قال لي هذا محور اكس، قال لي وجد لي احداثيات النقطة A، احداثيات النقطة A، فلاحظ A إذا عندي هذا محور، هذا خط الامتداد وهذا خط الامتداد، فهاي الموازي لإكس، هاي الأربعة هي الموازي لإكس، معناته احداثيات إكس طبعا واي زد، احداثيات إكس هي 4. طب الواي شو المسافة الموازية لواي؟ هيها كم؟ 2. طب شو المسافة الموازية لزد؟ طب إذا هذا إكس واي الموجبات، وهذا نازل من عند اكس واي، نازل لتحت، تكون هاي سالب 6. فهيك انا طلعت الاحداثيات. نرجع نعيد للنقطه بي، النقطه بي هيها المسافه الموازيه لاكس عباره عن هاي، قدامي خط زي هيك، المسافه الموازيه لاكس عباره عن هاي، هاي المسافه كم؟ 4 و2، معناته اكس 2 اي 6. طب الواي المسافه الموازيه لواي، والله هيها المسافه الموازيه لواي، هاي المسافة الموازية لواي كم؟ -1، لأنه هاي نقطة الأصل وهاي مسافة لجوا -1. طب شو المسافة الموازية لزد؟ والله هي طالعة من إكس وواي، يعني كم؟ 4. هاي احتياطي زد. السؤال مثلا مش واضح، رسم مش واضحة، نروح على سؤال ثاني. المشكلة مش واضح كمان. طيب هذا واضح، هذا السؤال حكى لي وجود احداثيات النقطة A، هاي النقطة A. شو بعمل أنا؟ والله A من طبقة محور زد مباشرة X Y 0. تمام؟ زد مقدارها 30. ليش؟ لأنه ما في مسافة موازية على X على Y، لا الموجب ولا السالب، ولا في مسافة موازية ل X موجب ولا X السالب. بس المسافة الموازية هي المسافة الموازية لزد، هايها عبارة عن 30. طيب نقطة B، نقطة B هيها، شو المسافة الموازية لإكس؟ هاي بتطلع محور إكس، شو المسافة اللي بتشبهه؟
والله هاي المسافة كم؟ 12. طيب المسافة الموازية لواي هيها كم؟ 8. بس 8 من وين؟ بالسالب، سالب 8. طب شو المسافة الموازية لزد؟ موجب 6. طيب هيك عرفنا كيف نطلع احداثيات مع الأمثلة هاي. ثاني شغلة، بس احنا قلنا في عندي خطوات، هاي اكتبوهم او اعملوا سكرين للشاشة. 1 احداثيات، 2 بطلع شيء اسمه الـ R اللي هو الطول، اللي هو الـ position vector. R A B بده يكون عبارة عن B ناقص A، يعني احداثيات B ناقص احداثيات A. الثاني ناقص الأول، تمام؟ 3 مرات، الثاني ناقص الأول. ثالث خطوة بطلع له R A B كمقدار. كيف يعني كمقدار؟ يعني الجذر التربيعي للـ I زائد الجي زائد الكي. رابع خطوة بطلع اليونت فيكتور للاي بي. شو اليونت فيكتور للاي بي؟ تساوي ار اي بي كفيكتور اللي هي خطوة 2 على ار اي بي كمقدار تجاه الاي، وبماثله بالجي وبماثله على الكي. تمام. يعني بقسم بين قوسين، بقسم 2 على 3، بقسم 2 على 3 باخذ المتجه. والقوة أو النقطة رقم 5 الاف في اليونت فيكتور بيعطيني الاف كمقدار، كمتجه، اف كمتجه. تمام. سأعمل سكرين للشاشة. اللي بده يعمل سكرين للخطوات هاي، بده يعمل سكرين للخطوات هاي. أتوقع الكل يعمل سكرين. طيب نحل الأسئلة عليه. عندي هذا السؤال، هذا السؤال بيقول إذا إلاستيك رابر، يعني في عندي ليش هيك؟ في عندي إلاستيك رابر أتاج تو بوينت A و B، في خط A B، بيقول لي أوجد الطول، أوجد الطول، الطول، الطول معناه عبارة عن R اللي هو خطوة 3، تمام؟ الطول يعني أوجد R، حيث إنه مقاس من النقطة A للنقطة B، يعني بده R A B، تمام؟ بده R A B. فاحنا بنطبق الخطوات. خطوة 1 احداثيات. شو احداثيات A؟ احداثيات A هاي A. شو المسافة الموازية ل X؟ هيها كم؟ 1. شو المسافة الموازية ل X؟ 1. شو المسافة الموازية ل Y؟ والله ما في شيء موازي ل Y، 0. شو المسافة الموازية ل Z؟ اذا هاي نقطة الاصل وهاي تحت نقطة الاصل، سالب 3. طيب النقطة B شو احداثياتها؟ هاي النقطة B المسافة الموازية ل X 2 بالسالب، إذا هاي نقطة الأصل، هاي جوا نقطة الأصل، فهي عبارة عن سالب 2. طيب شو المسافة الموازية ل Y؟ هذا 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 الموجب، معناته هاي الجهة الموجبة. كم هاي المسافة؟ هاي المسافة كاملة، هي مد لي خط 2. طيب شو المسافة اللي لفوق؟ المسافة الموازية ل Z 3. فهاي أول خطوة. خطوة 2 بدي أطرح الثاني ناقص الأول اللي هو R A B بده يساوي B ناقص A، سالب 2 ناقص 1 ناقص 3 I hat، 2 ناقص 0 موجب 2 J hat، 3 ناقص ناقص 3 موجب 6 K hat. طب الخطوة الثالثة R A B بده يساوي الجذر التربيعي، 3 تربيع زائد 2 تربيع زائد 6 تربيع ويساوي 7 متر. كأنه نكتب لك شات دبل شات. كيف أعرف R إذا ما رسم؟ كيف يعني R؟ الامتداد ولا الاحداثيات ولا هو R toward B؟ وضح أكثر. 7 متر. فإيش بعدين بعمل؟ طلعت 7 متر. طب بده الزوايا، بده الزوايا، شو بعمل؟ بطلع اليونت فيكتور لخطوة 4 ليقسم 2 على 3. هيو قسم السالب 3 على 7، وقسم 2 على 7، وقسم 6 على 7، واخذ كوسين انفرس لهم. ليش قلت لكم اليونت فيكتور مهم؟ لانه من خلاله بقدر اطلع الزوايا. الامتداد، الامتداد معطى لازم يعطيني خاصة بهاي. راح نحل مثال ثاني على
طيب فأنا الخطوة الثانية سأدرسها بالسكشن اللي بعده، أنه أف اليونت فيكتور يعطيني القوة. طيب راح نحل الأمثلة عليه. حكالي هون the man shown in the figure pulls on the cord، يعني قاعد بشد الحبل، بشد الحبل يعني هذا الجسم، هذا الزلمة بشد الحبل، يعني اتجاه القوة كيف؟ هيك من A ل B، من A ل B الزلمة بشد الحبل، يعني من A ل B القوة. تمام، كم مقدارها؟ 70. قال لي اوجد الفورس والدايركشن، شو بعمل؟ اول خطوة قلنا نفس الشيء احداثيات، شو عندي الاحداثيات؟ A و B. احداثيات A بتكون المسافة الموازية ل A 0 0 0 30، المسافة الموازية ل B عبارة عن ال X 12 وال Z ال X ال Y قصدي سالب 8 وال Z موجب 6. الخطوة الثانية طرحهم من بعض من A ل B، يعني B ناقص A 12 ناقص 0 12 I سالب 8 سالب 0 سالب 8 J 16 ناقص 30 سالب 24 6 ناقص 30 سالب 24 K. الخطوة الثالثة خذ الجذر التربيعي لهم 12 تربيع زائد 8 تربيع زائد 24 تربيع. الخطوة الرابعة اقسم 2 على 3، هاي كم بتطلع؟ 28. اقسم 2 على 3 يعني 12 على 28 I hat سالب 8 على 28 J hat زائد سالب 24 على 28 K hat. هذا طلعت اليونت فيكتور. النقطة رقم 5 شو بتحكي لي؟ الاف اللي مقدارها 70 اضربها بايش؟ اضربها بهات 12 على 28 ناقص 8 على 28 ناقص 24 على 24 يطلع عندي زي هيك. هاي رقم واحد، هاي الكتاب، هاي الكتاب، هاي خطوة رقم واحد الاحداثيات اللي كتبهم بالكتابة. رقم اثنين طرحهم، رقم ثلاث طلع الجذر، رقم اربعة طلع اليونت فيكتور، رقم خمسة ضرب اليونت فيكتور في القوة 70 في اليونت فيكتور، يعني 70 في 12 على 28 بيعطيني 30 I hat، 70 في سالب 8 على 28 سالب 20 J، 70 في سالب 24 على 28 سالب 60 K. فأنا إيش طلعت؟ طلعت القوة، بعدين الزوايا إيش بعمل؟ اللي هم اليونت فيكتور، وين اليونت فيكتور هي؟ خذ كوسين انفرس لكل وحدة، تطلع معي زوايا القوة، تطلع معي زوايا القوة. واضحة خطوات الإحداثيات؟ بس راح نكمل بأمثلة ثانية، ما راح نوقف على هذا يعني. بس الخطوات واضحة؟ كيف تتعامل معهم، كيف تضرب، كيف تطرح، بس شو المشكلة كيف تطلع الاحداثيات؟ ممكن لسه طلاب تواجه هالإشي، طلاب لسه بتواجه هالإشي. شوف عندي أمثلة هذا الشيء سهل النقطة هذا السؤال. هسه هون شو بيعمل؟ شو بيقول لي؟ عندي هون قوتين مش قوة واحدة، AC و AB، ومعطيني قيمتهم. فايش بعمل انا؟ شو قلنا قوانين ال 3D الاف ار شو بدها تساوي؟ بده قوه محصله هسه اف 1 زائد اف 2، باخذهم كمتجه، اجمع الاي مع الاي، الجي مع الجي، الكي مع الكي. طيب قال لي اذا القوه ال اف اي بي 100 وال اف اي سي 120، ايش بعمل انا؟ بطلع احداثيات اي وبي وسي في الخطوه واحد. الاحداثيات، احداثيات اي كم؟ الاي منطبقه على زد معناته 0 0 4 0 0 4 دائما منطبقة على محور، يعني المحاور باقي صفار. طب النقطة B، النقطة B منطبقة على X معناته 0 0 4 برضه 0 0 4 4 0 0. كيف عرفت؟ المسافة الموازية ل X 4، المسافة الموازية ل Y هي هون، ما في مسافة موازية على Y وما في موازية على Z. طب النقطة C، النقطة C المسافة الموازية على X 4، المسافة الموازية على Y 2، والمسافة الموازية على زد عبارة عن ما في طالع ولا نازل صفر. طيب الخطوة اثنين بطلع ال R لكل وحدة، R R ايش؟ بشوف القوة، القوة مالها AB، ف R AB بشوف القوة هون AC، R AC شو بعمل؟ بطلع B ناقص A 4 I سالب صفر J، يعني ما في صفر على J، سالب 4 K. هاي AB، هاي 4 I سالب 4 K. بعدين القوة AC يعني C ناقص A 4 I زائد 2 J ناقص 4 K، طلعهم طلعهم هي 4 I 2 J سالب 4 K. خطوة ثلاث شو بعمل؟ باخذ الجذر التربيعي لهم،
بطلع هاي، ها خلاص انا بدي اكمل هون. طلع الجذر، هاي طلع الجذر التربيعي وطلع الفورس، ضربها باليونت فيكتور. هو عمل شو؟ عمل كل قوه لحال بعدين جمع، عادي ما في مشكله. يعني هي طلع ار اي بي، هاي خطوه واحد بالحكي، خطوه اثنين هون، خطوه ثلاث هون، خطوه اربعه هون، هون خطوه واحد هون، خطوه اثنين هون، خطوه ثلاث هون، خطوه اربعه هون، والخطوه الاخيره جمعهم وحل. واضحين؟ هاي اليونت فيكتور، هاي هذا اليونت فيكتور، هذا اليونت فيكتور، هذا اليونت فيكتور. قسم الأربعة على الستة، قسم الاثنين على الستة، سالب أربعة على الستة، وهاي 120 ضربها فيهم طلعت لي هاي القيمة. بعدين لما جمعهم، هاي جمع عادي، الآي مع الأي، الآي مع الآي، الجي مع الجي، والكي مع الكي، طلعت معي هاي القوة المحصلة. هاي القوة المحصلة باخذ لها كارتيزيان فيكتور، باخذ لها كارتيزيان فيكتور، يعني بكمل الحل. هذا الحل مش كامل، هذا الحل مش كامل. بعد هاي شو بعمل؟ القوة المحصلة بطلعها، بقول له الجذر التربيعي 151 تربيع زائد 40 تربيع زائد 151 تربيع، تطلع معي القوة المحصلة. بعدين بطلع 151 على المحصلة I زائد 40 على المحصلة J سالب 151 على المحصلة K، بطلعهم وبطلع الزوايا زي ما كنا نشتغل مع الخطوات اللي قبل. هذا المثال زمان ما شرحته، شكلي ناسي. طيب هذا المثال يعطيني القوة 750، يعطيني القوة 750. شو بحكي لي؟ قوة 750 عبارة عن من A ل B، يعني بدي أطلع احداثيات A بتطلع احداثيات B. احداثيات A سهلة، كم؟ ال X مسافة الموازية لل X 2، مسافة الموازية لل Y ما في شيء موازي لل Y، يعني صفر، أصلا خطوط الامتداد اللي طالع منها بس على X Z، مسافة الموازية لـ Z هي 2. طيب احداثيات B المشكلة، احداثيات B لو أشرح لكم إياها 100 مرة مش راح تفهموها. حكالي هذا الإشي طوله 5، تمام؟ هذا الإشي طوله 5، فأنا بعرف من قوانين الإسقاط إنه هاي، إنه الزد بتكون ساين الزاوية، أو إنه شو المسافة الموازية لزد؟ 3، فمعناته هاي 3 على 5 في 5، وهذا الإشي بده يكون الموازي للأربعة، وأربعة على 5 في 5، معناته طول الإسقاط هذا 4 على 5 في 5، وهذا 3 على 5 في 5. طيب شو ضل عندي؟ ضل عندي أطلع الإحداثي X وإحداثي Y. 4 على 5 في 5 في كوسين الثلاثين يعطيني ايش؟ المسافة واي، يعني هاي 4 على 5 في 5 في كوسين الثلاثين، وهاي 4 على 5 في 5 في ساين الثلاثين، والمسافة الموازية لزد هي عبارة عن 3 على 5 في 5 وتساوي 3. عوضهم بيطلع معي هاي الاحداثي. يعني هو الفكرة انه دمج الاحداثيات بالاسقاط اللي هم الخطين المختلفات. حكى لي اذا هذا طوله 5 والزاوية هاي، فالمسافة الموازية له هيها، المسافة الموازية له هيها، وهي هاي مع الواي باخذ كوسين 30 ومع الاكس ساين 30، وكمل عادي عادي. ها طلع الاحداثيات هيهم. سالب، انا ما انتبهت على السالب. سالب لانه خط الامتداد وين؟ اكس السالب، اعتذر. طيب وكمل عاد يونت فيكتور وطلع الفورس وضربها وخلص السؤال. طيب هذا السؤال، هذا سألت عنه، اللي سألني عنه يركز موجود. هذا السؤال حكى لي هاي المحاور زد واكس وواي، قال لي احداثيات ايه بتطلعها، ايه بتطلعها، كم احداثيات ايه، شو المسافة الموازية لايه؟ هيها، هو اعطاني الخط زي هيك، وين المسافه الموازيه لايه؟ هي زي هيك. كم المسافه الموازيه للاكس؟ 2. كم المسافه على الواي؟ هيها، المسافه الموازيه على الواي 0، ما في مسافه على الواي، ما في مسافه على الواي. المسافه على الزد كم؟ 4. والله ايش ما بدي اياه، هي زي هيك، هاي المسافه 2 وهي المسافه 4. طيب الاحداثيات النقطه بي بده يكون عندي على الاكس
سالب 2، وعلى الواي المسافة الموازية على الواي 7، والمسافة الموازية للزد عبارة عن ما في طالع ولا نازل، عبارة عن صفر. بعدين بطلع الاحداثيات، احداثيات اي بي بطرح سالب 2 سالب 2 سالب 4، 7 ناقص 0 0 ناقص 4 سالب 4، وحل بعدين عادي يونت فيكتور اقسمه مع بعض السوالف الطرمة هذيك. طيب في التريك اللي بجيبه الدلجاوي اللي هو اللي جابه على دورنا، دقيقة بس نشرح هذا الاشي. هذا الاشي نفس الاشي، احداثيات النقطة A B، احداثيات النقطة A تكون 2 على X و2 على Z، ما في اشي على ال Y. احداثيات النقطة B 4 على X 3 على Y سالب 4 على Z. ليش؟ لانه هاي نازل نزول، طلعوا انت هاي الموجبات هاي نازل نزول، وطلع الاحداثيات. القوة 630، الاحداثيات والست خطوات اللي قلت لكم اعملوا لها سكرين. بدي تجاوب جيب سؤال، بدي تجاوب الاسئله اللي بجيبها زي هيك، بيعطيني الاحداثي على شكل زاويه، الاحداثي بيعطيني على شكل زاويه. هذا سؤال من اسئله ياسر الفصل الماضي بالكوزات، قال لي اوجد الفورس اي سي كفيكتور، بس ما قال لي اوجد اي بي، او قال لي اوجد اي بي كفيكتور، نماذج كان اي بي او اي سي. طيب انا بطلع احداثيات السؤال كله، بتطلع احداثيات ايه؟ احداثيات ايه؟ بدها تكون عندي المسافه الموازيه على الاكس، في شيء موازي على الاكس؟ في شيء بهذا الاتجاه؟ حتقول لي لا. شو المسافه الموازيه لواي؟ اذا هذا محور زد، يمينه موجب ويساره سالب، معناته سالب 0.75. طيب شو المسافه الموازيه لزد؟ 3. طيب احداثيات النقطه بي بدها تكون هذا بي، ما في شيء طالع على واي، هاي بي، في شيء طالع موازي للواي؟ راح تقول لي لا، معناته الزد زيرو، الزد زيرو. طيب بضل الاكس والواي كيف تتعامل معهم؟ بكل بساطة شو المسافة هاي؟ شو المسافة هاي؟ هو معطيني المسافة بين محور اكس والزاوية 40، ومعطيني هذا انه هذا مثلث قائم الزاوية، اجباري انه هذا مثلث قائم الزاوية لانه هاي زاوية 90 وهاي الزاوية 40، فالزاوية النايمة مع محور اكس عبارة عن طول الوتر في 40، يعني هاي 2 كوساين 40، وهاي المسافة 2 ساين 40. فشو المسافة الموازية على اكس؟ 2 كوساين 40. شو المسافة الموازية لواي؟ 2 ساين 40. هاي بدي الجواب يجيبها زي الله واحد، كل سؤال لازم يجيبها، كل سؤال فيرست جاب لنا يا فيرست جاب لنا يا فاينل. بتذكر سؤال احداثيات زي هيك اعطاني الزاوية وهذا منطبق اكس واي، شو قال لي؟ اوجده. بكل بساطة هالزاوية 40 نايمة محور اكس 2 كوساين 40، وهاي 2 ساين 40. طيب اغلب الاسئله نفس الافكار نفس الخطوات، ما في اي شيء غير هاي. مثلا اعطاني اياها زاويه زي هيك 3 4 5، فلح هذا المسافه الموازيه 4 على 5 والمسافه الموازيه على هذا 3 على 5، يعني عادي ما اعطاني اياها زاويه، اعطاني اياها مثلث. المثلث اسهل، لان المثلث بشوف شو المسافه الموازيه لهاي، يعني 3، فطوله كامل في 3 5 وهكذا. طيب الاحداثيات خلصت، ظل الدوت برودكت اخر سكشن بالكتاب، اخر سكشن بالكتاب. هذا شامل كل شيء. قانون الدوت برودكت بيقول لي المتجه ايه ضرب نقطي نقطه متجه بي يعطيني اي بي كوساين الزاويه. فالدوت برودكت دائما بستعمله عشان اوجد الزاويه بين اي تو فيكتور، يعني بده زي هيك، بده هاي الزاوية ثيتا، قال لي هذا متجه اف 1، قال لي هاي اف 2، قال لي اوجد الزاوية بين اف 1 واف 2، بعمل اف 1 دوت اف 2، هاي ساوي اف 1 اف 2 كوساين ثيتا، تمام. مشان اوجد اي زاوية اطبق دوت برودكت بطلعه. طب كيف بدي اطلعه؟ في آلية معينة؟ اول شيء ننتبه على خصائص الدوت برودكت، A دوت بي نفسها B دوت A، يعني اف 1 dot u a b نفسها u a b dot f 1، يعني ضرب تبديلي زي الضرب العادي. بعدين لو ضربت ثابت بال a dot b فهو عبارة عن زي كأني ضربت الثابت يا ب a يا زي كأني ضربت ب b، ضربت متجه بحاصل مجموعهم زي كأني ضربت هاي لحال وهاي لحال، عادي زي كان ضرب عادي بس dot product إشارة نقطة. طب شو خصائصه هذا؟ طبعا هاي عجقة إثباته. الدوت برودكت بكل بساطة بحكي لي
بضرب الاي مع الاي والجي مع الجي والكي مع الكي، بس بضربهم ببعض. كيف يعني؟ يعني لو عندي المتجه اف 1 يساوي 5 اي هات زائد 2 جي هات سالب 3 كي هات، والاف 2 يساوي 2 جي هات زائد 6 كي هات. قال لي اوجد اف 1 دوت اف 2. شو بعمل انا؟ 5 في كم؟ في صفر. ما في شيء يعني، ما في عندي هاي، ما في عندي اي بالطرف الثاني صفر. 2 في 2 كم؟ 4. ما بحط اتجاه، ما بحط 4 جهات. سالب 3 في 6 سالب 18، فبيساوي كم؟ سالب 14. فالدوت برودكت طرح عادي، طيب ما في عندي متجه، فسالب 14 هو الدوت برودكت تبعهم. يعني بدي انتبه، دوت برودكت بضرب الاي مع الاي، في بالقوه الثانيه اي لا، معناته صفر. 2 في 2 4 سالب 3 في 6 18، 4 ناقص 18 سالب 14. هيك الدوت برودكت بستعمله. طب كيف بدي استعمل الدوت برودكت لحل الامثله؟ دائما راح يطلب مني اوجد الزاويه بين اي متجهين. دائما بقول لك الثيتا بدها تساوي كوساين انفرس للمتجه الاول ضد المتجه الثاني على المحصله تبعتهم اف 1 اف 2. هذا قانون ثابت. او بدل ما استعمل اف 1 اف 2 اف 1 اف 2 باخذ الار 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 اللي هي الخطوه 2 و3 بس، بوصل لحد خطوه 2 و3 بوقف بالاحداثيات. فبتطلع مع الزاويه بين 0 و 180. طيب كيف بدنا نحل هذا؟ مثال عليه، احنا ما خلصنا شرح بس هذا مثال بسيط للدنيا. هذا مثال قال لي the frame shown in the figure، قال لي the horizontal force مقدارها 300 جهات، قال لي اوجد الماجنيتيود للبارالل والبربنديكولار على المنبر اي بي. هذا منبر اي بي، هذا منبر اي بي. قال لي ايش اوجد؟ اوجد القوه الموازيه والعموديه عليه. طيب انا لسه ما شرحت الموازي والعمودي، طيب بدي اشرح الموازي والعمودي. ربكم اخر مره شرحته قبل سنه، ربكم لسه ذاكر المبدا الاساسي. طيب لو عندي هاي الفورس بده اف بارالل واف بيربنديكولار على المحور، هذا محور اكس وهذا محور واي. قال لي اوجد الاف بارالل على الاكس، يعني بده قوه الموازيه على الاكس، هاي المسافه الموازيه على الواي. فهاي بسموها اف بارالل، مش شرط اف اكس، لو محاور مش متعامدات يعني اي محور بدي اياه. طيب اف بارالل شو بدها تساوي؟ دائما بتساوي اف دوت دوت اليونت فيكتور للمحور اللي بدي اياه، يعني اليونت فيكتور على الاكس. تمام تمام. طيب اف واي شو بدها تكون؟ اف واي بسموها اف بيربنديكولار، بيربنديكولار اف بيربنديكولار بتساوي اف بيربنديكولار بسموها بالرمز العمودي زي هذا، بدها تساوي الجذر التربيعي لاف في الكليه تربيع ناقص اف بارالل تربيع. اف بارالل تربيع هي هاي. ليش؟ لهم مثلث قائم الزاويه، مثلث قائم الزاويه. انا بدي هاي الاف، بدي هاي الاف، فبطرح هاي ناقص هاي عادي في ضغوص عالي. يعني لو بدي اياها كفكتور بشيل الجذر بشيل التربيع بطرحهم طرح فكتور. مع الامثله بتوضح. فدائما لو طلب مني بده البروجكشن، هاي نمسح هذا كله، بده مثلا الفورس البروجكشن، فورس البروجكشن على بي سي. بقول له اف لو سميتها 1 فورس 1 اف 1 دوت يونت بي سي دوت اليونت بي سي اليونت فيكتور. بده اليونت فيكتور سي بي اختلفوا اف 1 دوت يونت سي بي. تمام تمام. هاي معنى اف بروجكشن، بدي اوجد دوت برودكت. طب قال لي بارالل وبربنديكولار، هاي البارالل البروجكشن نفسها بارالل. طب بدي بربنديكولار، بطرح هذيك منها. هسه مع المثال بتوضح. طيب بدي اشرح شغلات صغيره. اليونت فيكتور على اكس بيساوي اي هات، واليونت فيكتور على واي بيساوي جي هات، واليونت فيكتور على زد بيساوي كي هات. خلوها ببالكم. تمام تمام. طبعا الزوم راح يدخل كمان 7 دقائق، فبنحل مثالين فيهم.
قال لي هذا المثال، قال لي هاي الهوريزونتال فورس 300 جهات، قال لي اوجد البارل والبربنديكولار على الاي بي. شو بعمل انا؟ نروح على اللوح، بقول له اف بارل بدها تساوي الفورس اعطاني 300 جهات دوت برودكت لليونت اي بي. اليونت اي بي، بروح على اليونت اي بي، اليونت اي بي كم؟ بدي اطلع ثلاثيات اي وبي، بروح على الخطوات الخمسه هذلاك. ثلاثيات النقطه اي عباره عن 0 0 0 لانها نقطه الاصل. ثلاثيات النقطه بي تتكون المسافه الموازيه على الاكس 2، المسافه الموازيه على الواي 6، المسافه الموازيه على الزد 3. طيب في شات، طيب لو طلب الاتجاه الاسهم، اي اسهم؟ ما مش واضح معي الاسهم صراحه، مش فاهم قصدك. طيب بنكمل، خلينا نكمل بعدين بنشوف لسه، ممكن يكون سؤالك يكون من ضمن الشرح. فطلع اليونت اي بي، اليونت فهاي الاي بي، فاليونت فيكتور للاي بي عباره عن بي ناقص اي 2 اي هات ناقص 6 جي هات ناقص اي زائد 3 كي هات على الجذر التربيعي. هي الخطوه 2 على 3، انا حطيتهم مع بعض، 2 تربيع زائد 6 تربيع زائد 3 تربيع. فشو بعمل؟ بيطلع معي اي على اي، جي على جي، كي على كي. فايش بعمل؟ بضربه ضرب نقطي، ضرب نقطي. شو بعمل؟ الجي دوت اليونت فيكتور، شو باخذ؟ هاي الجي بضربها بس مع المقدار اللي قيمه الجي اللي هو سالب يعني 300 في سالب 6 على الجذر هاف. بس هيو طلع اليونت فيكتور 2 6 3، وهذا هاي، فهذا اليونت فيكتور على الاي، اليونت فيكتور على الجي، اليونت فيكتور على الكي. فالاف اي بي هي عباره عن الاف اليونت فيكتور اللي هي عباره عن هيو 0 0 ضرب لي 300 في اليونت فيكتور على الجي، طلع لي اليونت، طلع لي البارل، طلع لي الفورس البارل. طب الفورس البربندكولار كيف؟ الفورس البربندكولار كيف؟ اف العموديه بدها تساوي اف الكليه ناقص اف اي بي، ب 300 جهات ناقص الفيكتور من هذيك، الفيكتور مع هذيك كيف؟ بضرب يونت فيكتور عادي. هيو اول مره اضربها ردت برودكت طلع لي اياها كمقدار، بدي اياها كمتجه برجع بضربها باليونت فيكتور مره ثانيه. او بقول له شو؟ القوه اللي طلعت الاصليه 300 تربيع ناقص البرودكت بطلع لي 155. اتوقع بده يصير مشروحه اوضح صراحه. هاي الدوت برودكت، هاي شغلات شرحت الزوايا، وهاي الخصائص. هاي لو طلب البروجكشن، لو طلب البروجكشن بضرب كوسين ثيتا او باليونت فيكتور. بعدين هاي البرر والبنديكولار، هاي زي ما شرحتها اليونت فيكتور في المتجه، وهاي اذا بدي اياها كمقدار يعني هاي القوانين، وهاي اذا بدي اياها كمتجه، هاي كمتجه وهاي كمقدار، وهاي الزوايا r dot r. هون كمتجه كيف سؤالك؟ تمام، هذا السؤال حليناه، طلعنا الدوت برودكت 257 صح؟ هسه انا بدي اياها كفيكتور، احنا بنعرف اي فورس كفيكتور اف، اي فورس كفيكتور بضربها باليونت فيكتور تبعها صح ولا لا؟ فشو اليونت فيكتور للفورس اي بي؟ نفسه هو اليونت بي، فبرجع ال 257 بضربها ضرب عادي مع اليونت فيكتور هذا، يعني زي مين؟ زي هذا السؤال، زي هذا السؤال. عندي انا اف، عندي هاي الاحداثيات، هاي الخطوه 1، هاي الخطوه 2، هاي الخطوه 3، هاي الخطوه 4. بعدين بدي الفورس، شو قلنا بنعمل الفورس؟ بضرب اليونت فيكتور بالقيمة اي بي، وين القيمة اي بي؟ وين القيمة اي بي؟ هاي القيمة اي بي اللي هي 200، فضربت ال 200 في ال 1.5 على 5.92، 4.1 5.92، 4 5.92. وضحت يا منى؟ فطلعت معي ايش؟ كفكتور. طيب بدي للبرل نفس الشيء، البرل هي للبرل شو عمل؟
طلعت انا ضربت البرودكت طلعت معي 257. طبعا هاي نفس الخطوات، احداثيات احداثيات السوالف هاي كلها. بعدين رجع اضربها باليونت فيكتور، هيو اذا طلب ايجادها كمتجه اضربها باليونت فيكتور عادي. فطلعت معي كهاي. فاذا بدي البربندكولار عندي طريقتين، يا بطرحهم زي هيك زي ما هاي، او بطرحهم كفيكتور اللي هي 300 ناقص اللي طلعته هون. بعدين برجع باخذ لهم الجذر التربيعي يطلع معي نفس القيمة 254.655، نفس الجواب. طيب نشوف شيك على تشابتر 2 بالدقيقتين اللي ظلت. حدا عنده سؤال للتشابتر؟ تشابتر 2 انتهى، ما راح نشرح 3 للأسف. تشابتر 2 انتهى تمام، تشابتر 2 انتهى، ان شاء الله يكون واضح. اي سؤال هسه ادرسهم، راح اعمل لكم كويز الثلاث ايام هذول، معكم ثلاث ايام تخلصوا كل الدوسيه، اللي عنده الدوسيه اللي ما عنده اياها يدرس الكتاب الفندمنتال بروبلم، يدرس مزبوط يعرف كيف يحل هاي كل الاسئله كثير كويسه. هون طلب الزاويه بين البي يو سي والبي اي، بي سي والبي اي، فبطبق قانون الزاويه ار دوت ار على الار وكمل عادي. بده الفورس، بوجد الفورس ضرب باليونت فيكتور. كثير سهل، بس شو الفكره؟ ممارسه يعني. الخطوات انا من كثر ما مارستها من سنتين وانا حافظها، خطوه اثنين خطوه ثلاث خطوه اربعه، بطبقهم زي ما هم. احداثيات ار، ار متجه يونت يساوي ار على ار ويساوي 2 على 3، وهاي بعدين اف في 4 اللي هي خطوه 4 يعني. هذا كل هاي دوت برودكت، بضرب ضرب بضرب الجي مع الجي، الاي مع الاي والسوالف كلها. هيك خلصنا ان شاء الله كل استفاد مراجعه، راح ننزلهم على اليوتيوب اول ما اخلص ان شاء الله، او المسويات لانه عندي هسه شغل. ان شاء الله الاستفاد استفاد، واللي ما استفاد يعني شغله معينه بيقدر يخبرني، يجيني خاص امور سريه. ويعطيكم العافيه. يعطيك العافيه محسن. الله يعافيك، الله يعافيك يا مصعب، الله يعافيك. ديكو.